هذا الشيء اللي خصو يكون. هذه هي الوطنيه، ماشي بحال قبل واحد غادي يخرج وغادي يبدا يهرس في الجامعه او في الاداره الوطنيه مدرب كيجي كيقول لك هنا كيديو الملايين كيديو الملايير وهذا، واش هذا الشيء معقول اسي عزيز؟ نعم، يعني ما شفناش رد فعل ديال الجامعه على هذه النقاط رغم انها كانت موجهه لاغلبيه الجامعه. لا انا كنرد عليه. انا مالي، انا واحد من الجامعه، انا جيت من الجامعه، انا عضو الجامعه. اذا ما يمكنش انه غادي تجي انت السيدي عبد القادر يومير ودخرج وتجلس تحن في الرؤساء وفي رئيس الجامعه وفي المنتخب. تصور وصلت به دار في المنتخب المغربي. اذا في البلاد هذه وطنيه، واش هذا الشيء معقول؟ هذا ماشي معقول. وعلاش؟ لانه خصك تستافد. هذا الشيء اللي كاين، الاستفاده عندها الطرق ديالها وكل واحد عنده التاريخ ديالو. واش عطيت ولا جينا نهضروا كرويات؟ واخا ان كان انا سمعت في التصريح في بلايص اخرين تيقول لك لا انا هضرت على المنتخب الوطني ما قصدتش الطريقه باش اهل، قلت لا حقا الجمهور. المهم سي عبد القادر سي عزيز، نعم سي عزيز، نعم واحد ما كيعلم في الغايب. هذاك الشيء اللي كاين. المهم غير احنا في حكم ان كل واحد عنده حق الرد، راه ممكن سي عبد القادر يومير الا كان بغي لا بغي يرد احنا مرحبا، الميكرو مفتوح. ودار في الرؤساء، الرؤساء وهما ما عرفتش كيديروا. حنا مالنا كنمشيو نسيروا الفرق كنجبروا الفلوس صندوق كنحلوا الصندوق ونبداو نسيروا، راه كنعرقوا عليهم وكنمشيو نسعوا وكنمشيو نعملوا استراتيجيات وكنعملوا العقود وكنجيو. علاش انا نهار اللي جيت لتطوان جيت جوج البطولات وتطوان كاع ما كانت كاينه؟ هذاك الشيء جا ساهل جا بوحده. يا دي من ملك شيئا هنا، علاش وقت جا نهار اللي جا جي سير هذه الكره وجا وعمل بنيه تحتيه وزاد في الدعم وزاد وزاد؟ الناس اخرين الله يجازيهم بخير اللي فاتوا عملوا، كل وقت عنده رجال ديالو. وتجي انت هادشي كامل تضربوا في الزيرو، علاش؟ لان انت خصك تستافد. وهاد الرؤساء اللي كيتعبوا في البطوله الوطنيه كامله وكيعملوا الكره، طبعا كاين اختلالات وكاين 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 كاين، ماشي اختلالات في المال، كاين اختلالات طبعا في المنظومه الكرويه وما جايه من المدربين، هما جزء منا خصهم يصلحوها. برافو ليهم، هما اللي خصهم. انا ديما كنت كنادي كنقول المدرب ولا ما كانش هو الحلقه اللي غتكون ناجحه في السير او في تطوير كره القدم، مع عمرها تكون. وانت غادي تجي تهضر في الاداره الوطنيه، اش قربك انت للاداره الوطنيه؟ خاصك تخدم انت. مرحبا، قدم السي في ديالك ومشي ودافع على راسك في البلاد. احنا عرفنا كيفاش تمت العمليه ديال اختيار المدربين، كل شيء كانوا دي زابيل دوفر، كل شيء دفع، كل شيء دوز لونتروتيان وتختار. ولكن هذا السيد هذا عبد القادر يومي راه عنده التاريخ ديالو. بيان سور، هو المدرب المغربي كيربح لقب قاري ودا كاس افريقيا مع الكوكب مراكشي، وحشومه عليه وقز تطوان مدرب وقز عده فرق. ولكن اليوم المدينه ديالو كتموت ينوض ينقدها تما، يورينا علاش قد هو. هذيك المدينه اللي ساكن فيها هو قاد ما يعطي، ويلاه ينوض يسير بحال اللي سيرنا حنايا باش يهضر في الرؤساء. شوما هادشي ماشي معقول، ماشي اخلاق. ويجي يهضر في رئيس الجامعه ويهضر في انا ماشي محامي رئيس الجامعه، شغلو هذاك. ما هذا كاين اتفاق على انه ماشي الوقت ديال هادشي. لا الان خاصنا نضامنوا وخاصنا نخدموا مصلحه البلاد ومصلحه الكره الوطنيه، نشوفوا شنو هي الحلول. واش تهضر انت في المنتخب الوطني؟ واش هادي واش هادشي بزاف هادشي؟ راه تجاوز الحدود. ويلي كيفاش تأهل؟ كيفاش تأهل؟ واش هادشي؟ وهادو كيديو الملاير وكيقسموا، وهذاك القشاع والدرع عاد جا والدرع عاد عنده الكره. اسيدي ما عنده والو، كيعرف لا كره لا والو. علاش المسير لازم خصو يعرف الكره وخصو يلعب الكره؟ والمدرب لازم خصو يكون يلعب الكره. ايوا خذ العبره، شوف شحال الناس ما لعبوش الكره وفين واصلين وفين ناجحين. وانت لعبت يا سي عبد القادر وراجل مثقف وراجل تبارك الله عليك، ولكن دخل في الصف شويه، راه هذه بلادك، راه انتم الناس كياخذوا منكم المثال وقدوه مربيين. قبل ما تكون مدرب اللي خصك غير تخلص ودير فلوس كتقلب على الفلوس، راه انت كتعطي دروس، راه انت كتكون اجيال. ايوا ما يخرج انت بهذه التصريحات هذو، اش غادي يقولوا حنا؟ وانا سولتيني انا كيف تعبت شحال من مدرب دوز، وبداهم وسولهم بالواحد وعيط اللعابه قدامى ها الشادلي، عيط السيتي والله يذكروا بالخير، عيط لمن ما بغيتي نجباتين عبد الملك في المدينه جوزنا معاه، بن حسين، ارانا المدربين الكبار عزيز العمري زيد، ما خليت حد فرتوت. اعز واحد عندي هو ديك فرتوت،
درويش معقول ما عنده الكره ما عطاتوش في فرصه، ولكن ما يمكنش نخرجوا نسبوا بعضياتنا. زكي 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 هرم الكره امثال مثل المغرب، وقعنا معاه الخلاف وقعنا ما عادي، ولكن باش تخرج تحن البلاد وتحل الجامعه، واش هذه الجامعه من اللي بدات دابا؟ هادشي اللي عملناه جا كتاهل، واش هاد السيد هذا ناعس؟ هذوك الملاعب اللي كيلعبوا فيهم وديك المكنس ديالو هو ناعس وحنا كنصلحوا له الملعب، والله العظيم وما عرفتش غادي نقول راه مكنس ما ديال حد، مكنس ديال مكانسه كاملين. اي حتى هو دابا دابا هو بحال استاذ في الجامعه، راه ماشي عادي، راه استاذ جامعي، راه مدرب قديم عنده التاريخ، عنده يعاون المدينه ديالو، صافي وينو والتاريخ كيهضر وكيشهد. ما يمكنش انت تجي تنتقد الناس وانت قال لهم زوق من برا شخبارك من الداخل، ولا راه ماشي معقول، راه ماشي معقول، راه ماشي معقول هذا الشيء. التصريحات هذه مجانيه ما عندها علاش تكون، علاش؟ اسمح لي هذيك الشخص المحاسبه الوداديه تاخذ الموقف ديالها وتاخذ وتبين على الموقف ديالها، نحن حتى نوصلوا للبلاد نهضروا في البلاد، علاش هاد الملاعب ما خليتينيش نكمل لك؟ انا كنت كنضرب والله شاهد كاع ما كنتو كنعرفوها كلكم، كنت كنمشي ما كنخلي كنمشي حتى انا ركود وموبيلتي ونجري ونتجارى، وهذا باش تكون هذا مسير عن المسؤوليه ديالي، ما دار عليا حد. وانت انت سي عبد القادر راك مدرب، راك كنتي ناجح كشبر فرقه وراك ناجح فيها وخلصوا بلا فلوس، انت خلق لها الفلوس، بيع لعاب وجوج وثلاثه وعمل استراتيجيه مع 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 المكتب المسير، تخرج تهضر في المكاتب، والمكاتب اش هما اللي كيخدموكم؟ انا ديما كنقول المدرب راه هو الحلقه الاولى اللي خاصها تكون في هذه الكره، عليهم كنعتمدوا، كنعتمدوا على الله وعليهم، بلا بهم ما يمكنش يكونوا، ولكن خصهم يندمجوا معنا، خاصهم يشوفوا غير الفلوس، حنا عندنا الفلوس، حنا كنجيو نسيروا ما عندناش الفلوس، ولكن كنخلقوهم. انا صوبت المركز التكوين وصوبت الملعب الثاني درمل، والله ما جبت شي درهم من تطوان. السلطات تطوان، ولكن جبتو من البلاد السلطات المركزيه ديالهم بخير، ولكن خدمت دافعت على المدينه ديالي، ديت الوزير بالخياط المنصه مشدوده وديتو يتصور فيها غادي يطيح، قلت له الا طاح طيح عليا وعليك، جلس هنايا ضروري تحل لي المنصه، يعني ربي سبحانه وتعالى كيبغي العبد الملحاح، وبغيت جبت اللعابه كبار شاد لي مشيت تنيت معاه في 12 الليل داير كونسونتراسيون في المنتخب، علاش باش نطلع من بنتي؟ وإذا كنت الساعة القادر ربينا الأجيال ورينا على خليك في الهضرة هذه، ماشي الهضرة ديالك هذه الهضرة ديال الوحيد عادي، ما أنت ماشي عادي، ترى في المنظومة قول في المنظومة ربما راه كان اعتذار كما قلت السي عبد القادر يومي اعتذار خصو يكون اعتذار، شوف كل شيء كيخطأ ولكن الاعتذار خصو يكون بالقواعد ديالو، وعلاش شنو السبب ديال هذا الشيء هذا؟ شنو السبب؟ شنو هدف موراه؟ ولا وهذا الوقت ما كتسمحش فيه، الوقت حساس. اه هو كاين يجمع على ان الوقت ماشي ديال هذا الشيء، اكيد هو انا سمعت التصريح ديالو كما نعاود نقولها فسي عبد القادر يومير مرحبا اللي بغى يدوز معنا ويتكلم على هذا الموضوع هذا فمرحبا، قال لك بانه كان في جروب ولكن تسرب، ولكن ملي تسرب راه سمعوا كل شيء، ملي تسرب كل شيء وصلوا للاوديو ما بقاش ولا كان جروب وراه فضيحه اخرى، وزيد فضيحه كبرى، ما بقاش غير عبد القادر يومير. إذا ما عارفينش راسنا حنا معانين. وحنا اش درنا لهم الرؤساء؟ وهذا الرئيس في الجامعة اش دار لهم؟ بالفعل يعني كما كان يعني الإدارة الوطنية، طبعا كاين الناس انتقاد مصداق انتقاد خصو يكون بناء. ولكن هذه مسألة خرجت على ما يكونش للشخص، ما يكونش للشخص، ننتقدوا العمل ما ننتقدوش الشخص. والمنتخب أسي عزيز والمنتخب وحنا عرفنا كيف تأهل وعطينا يلا وصرح به. هو صرح بك كيف نتأهل. احنا مشينا ثلاث ايام ولا اربع ايام احنا كنموتوا بالجوع تما. قلنا يلا اعطينا اعطينا احنا اعضاء. كتموتوا بالجوع لانكم كنتم ستريسين وكتسناوا الماتش. والله ما تاكل ولا تقدر، وعلاش حنايا كنا احنا راه كنسيروا، راه حنا موالين شي، ماشي احنا بالجوع ما عطاوناش ولا ما جبرنا فين نمشي. راه حنا موالين شي، حنا كنعطيو للناس الوراق كنساعدوا، ولكن علاش كنخدموا مع الناس مع الجمهور؟ باش يكون راضي على المنتخب على القميص الوطني، ماشي معناها انا قلت في الجوع حنايا الجوع، لا ابدا، حنايا كنا حنا الاوطي اللي كنا فيه المنتخب، حنا كنا طوف مع الناس، ولكن لا خصنا حنا ما خصنا لا ناكلو ولا شي، انا نعس في الارض، والله شاهد، يكون نكونوا عاد الجمهور راضي، وها هما سولهم ورجع للفيديو،
انا جبرت نوال المتوكل في الباب مسكينه ماشي مكلوفه. المهم ديك الزحمات هذه والله حتى شديت بيديها وديتها وجلست معاها وديت 40 ولا 50 والناس والجمهور ديال الرجاء وديال الوداد هما اللي حماوني انا وقلت ما مشيتش للمنصه. قال لي هذا شو ما مي كل حاجه وطنيه راه حنا وطنيين كاملين ما نبقاوش نزيدوا على بعضياتنا ما نبقاوش نقولوا شي حاجه ما كايناش. وهادو دايرين جروب دايرين كيخططوا اش كنخططوا ياك لاباس. لا هما جروب قال لك هما اتحاد هما جمعيه معترفه قانونيه غير اذا كانت قانونيه خاصها تحاسب هذه مسؤوليه كبيره ما بقاش شي شخص غلط. اذا الاعتذار ديال يومير ماشي مقبول عندي انا ولا بغاو يقبلوا حد اخر انا بالنسبه لي ماشي مقبول لان علاش هذيك الجمعيه هي ويجلسوا مع بعضهم تما اتفقوا النهار الاول يخرجوا ويفضحوا بعضياتهم ويقولوا حنا كنتنازلوا ومشي يفضحوا بعضياتهم يعني يعلنوا على الخطا ديالهم كاملين. اما يومير اذا ما خطاش بوحده هذا تسرب من الجروب ومن الجمعيه وعلى قولك دابا انت سعد ياك هادشي اللي قلتي هادشي اللي حتى التصريح ديال سي عبد القادر يومير تيقول لك ماشي تم تسريبه لان كاين جروب ديالهم شي حد فيهم تم تسريب ماشي غير كان تصريح واحد اخر ديال الاطار الوطني واحد اخر تاهو تم التسريب ديالو. واخا سي عزيز قول لي دخلت عليك الله هاد المسير اللي كيسيروا الفراقي فاش اداو سي عزيز فاش ادينا حنا فاش واش جبتينا الفلوس عند الملايا كنجيو كنلقاوها واجده اللهم تعبتي عليهم لا جبتيهم ومين تجيبهم تبدا على انتقادات هذا عطيتيه هذا ما عطيتيه طبعا هو هذا السير لا بغيتي تسير وبغيتي ما تسيرش. انا جيت نتيطون جبرتك تسير الله شاهد وحنا صايمين 170 مليون سنتيم. الاستاذ ناصر الله يذكره بالخير ومن هذا المنبر كنحيه رائد كان ولكن من جيت وصلت نربع هذا المليار ونص وصلنا 5 المليار شاركنا فينا 50 قريا لعبنا غلبنا فريق القرن الاهلي دينا جد البطولات 5 المليار ماشي جات فابور الناس الى جبروا تطوان وصلت من هذه المرحله ماشي انه من ملك شيئا هانه هم يعرفوا فين كنا والله سي عزيز كنا كندربوا في الدان ياك الارض الدان ديال الحرث كنجيب تراك كنعاوطو كندربو فيه ما كيجيو يحرثو عاود كنجيو نبدلو واحد اخر والله يا ودي وصلنا لهاد المراحل وبالمدربين وبالاطر وباللعابه وبالمنظومه كامله وبالمدينه كلها وتجي انت تضرب كلشي في الزيرو هادشي هذا كامل ولولا ديك الجامعه كانت الجامعه التسجيل فيها ريت جيت معاهم البطوله الاولى وديت البطوله الثانيه مع الجامعه هادي وشنو المشكل؟ اسمح لي مدرب راه مربي مدرب راه اخلاق مدرب راه اتصالات مدرب راه علاقات مدرب راه خصو يخدم خصو يشتغل خصو يضحي ويقنع بالقليل باش ياتي الله بالكثير. واضح الامور سي عبد الملك ابرون يعني كان الرد ديالكم بخصوص هذا التسريب ديال التصريح ديال الاطار الوطني سي عبد القادر يومير. نعاود نقولها سي يومير مرحبا فحق رد مكفول لك الا عندك اي توضيح بخصوص هذه القضيه هذه فمرحبا.